حد اتكلم او حد اتصل؟ لا حد اتكلم ولا حد اتصل. امال مالنا فين؟ بقيت عند ستها. طبعا انت عايزه تعرفي ايه اللي حصل وايه اللي خلاني نزلت. قولي الاول، تتعشيت ولا لسه؟ ولا دقت طعم الزيت في يومي. طب يا ريت قبل ما تغير هدومك تنزل تجيب لنا حاجة ناكلها عشان التلاجة فاضية، وفي نفس العمارة اللي فيها السوبر ماركت في الدور الأول في مكتب مأذون، يا ريت تجيب المأذون في إيدك وانت جاي عشان يخلصنا لغاية ما أعمل لكم الشاي. وبالمرة لو لقيت في السوبر ماركت زيتون أسود يبقى جميلة منك لو جبتلي برطمان. طب ولو ما لقيتش في السوبر ماركت مأذون، ممكن نجيب لك بداله علبة تونة أو نص كيلو حلاوة طحينية؟ مصيبة لا تكون فاكرني بهزر معاك يا بركات. ما هي المصيبة الأكبر لو كنت بتتكلمي جد، وإحنا في اللي إحنا فيه يا نجيب. هي بتفرق معاك يعني؟ عموما خلاص بلاش نتكلم في الموضوع ده، عشان أنا أخدت عهد على نفسي ما نتعبش أعصاب بعض، لا نكد عليك ولا تنكد عليا، أنا فيا اللي مكفيني. كفاية ابني، كفاية ابني وحسرة قلبي عليه اللي لا عارفة له مكان ولا طريق. نجيب افهميني وصدقيني، ولو مرة واحدة في حياتك أنا كنت جايلك دلوقتي وناوي أفضفض بالمصيبة السوداء اللي حطت على دماغي. خلاص يا بركات، من دلوقتي كل واحد فينا يشيل مصايبه لوحده. المهم دلوقتي تلحق تنزل عشان تلحق المأذون والسوبر ماركت، ولا عايزنا نتطلق واحنا على لحم بطننا؟ طب ممكن نأجل الموضوع ده لغاية ما نطمن على تامر؟ الليلة يا بركات، الليلة نتطلق. حبكت يا صبر أيوب، يا صبر أيوب. ألو ماما، سايباني ليه يا ماما؟ انت فين؟ انا عايزك يا ماما اقفي جنبي وساعديني يا ماما، انقذيني. تامر حبيبي ابني، انت فين يا تامر؟ تامر رد عليا. الو الو يا تامر، تامر رد عليا يا حبيبي، رد عليا عشان خاطري. تامر الخط اتقطع. انت متاكده ان اللي كان بيتكلم ده هو تامر؟ متاكده، متاكده انه ابني يا بركات.